بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة صغيرة ما قلناش المرة اللي فاتت، اللي هي إن إزاي تستخدم الإنبوت، تخلي الإنبوت وأنت بتعمل ران لبرنامج صغير إن أنت أو كبير يعني، إن أنت تدخلي هو يسأل في وسط ما بيشتغل على إنبوت لفاريبل معين. إحنا بيبقى في فاريبل مثلا زي بالانس، ده إحنا محددين قيمته، بس افرض أنت عايز تخلي اليوزر بتاع البرنامج بتاعك هو اللي يحدد قيمة البالانس، مش كل مرة هتخش وتغير السكريبت. فممكن تعمل ايه؟ ممكن تيجي هنا وتكتب انبوت وبعدين مثلا انتر بالانس اماونت، انتر بالانس ونقطتين فوق بعض سبيس، وبعد كده في الكوتيشن واقفل القوس كويس. فالانبوت ستيتمنت دي ما حطيتش انا الرقم لبالانس، البالانس ده فاريبل لسه ما تحددش قيمته. لما اعمل ران للبرنامج فكاتب انتر بالانس، فبيعمل لما يجي على السطر ده البالانس مش موجود انتر بالانس. انا ممكن ادخل الرقم وادوس انتر، ففي الحاله دي اللي دخلت كبالانس، وبعدين كمل حسابات وكتب الريت وكتب النيو بالانس وعمل نفس الحساب. فانبوت دي ممكن انت لو هتعمل البرنامج ده ليوزرز غيرك تستخدمها. انا شخصيا بغير في الام فايل زي ما انا عايز، واعمل ران من اول وجديد بس حسب الاستخدام النهائي للبرنامج. شكرا.